ذكر الله عز وجل عند دخول البيت من الأمور المستحبة، فهل يوجد دعاء مخصوص يقوله المسلم؟ يسن عند دخول البيت أن يلقي السلام بقوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وفي حديث رواه الترمذي: إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. وفي سنن أبي داود: إذا ولد الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله. وفي حديث مسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. والله أعلم.